مع قرب موعد الانتخابات المحلية تبرز أهمية معرفة عدد المشاركين في الاقتراع سواء على مستوى العراق بشكل عام أو مستوى المحافظة الواحدة كون قانون الانتخابات الجديد سانت ليغو جعل من المحافظة دائرة انتخابية واحدة لهذا ارتأت قناة وان نيوز عرض تفاصيل أعداد المشاركين من الناخبين لكل محافظة وسنبدأ من المحافظة الأولى وهي بغداد بشقيها الكرخ ورصافة حيث يصل عدد الناخبين ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألفا ومائة وتسعة وثمانين وتبلغ حصة المحافظة من المقاعد تسعة وأربعين يتنافس عليها ألف وأربعمائة وستة وخمسين من المرشحين عدد المرشحين الرجال بينهم ألف وأربعة فيما يصل عدد المرشحات النساء أربعمائة واثنين وخمسين حصة الرجال من مجلس محافظة بغداد 36 يقابلها ثلاثة عشر عدد مقاعد كوت النساء. ثلاثة عدد مقاعد المكونات يتنافسون عليها ثمانية عشر مرشحا المفوضية ومن خلال عملها وفرت مئتين وتسعة مراكز للتسجيل و وثمانمائة وأربعين مركزا للاقتراع العام مقسم إلى ثمانية آلاف وستة وستين محطة للتصويت العام و وستة وأربعين للتصويت الخاص و وتسعة عدد محطات التصويت الخاصة اما على مستوى عدد صناديق الاقتراح فهي تصل الى ثمانيه الاف وسبعمائه وخمسه وسبعين فيما تصل اعداد كاميرات المراقبه الى خمسه وعشرين الف واربعمائه واثنين وتسعين يضاف إليها تسعة عشر ألف وستة وثلاثين أجهزة العد والفرز والتحقيق والإرسال، ويشرف على كل ذلك سبعة وأربعين ألف وتسعين موظف.